الحديدة تبع المدخنة وكرتونة ممكن نعمل أعمال يدوية كتير حلوة. شايفين هاي بتجي هيك مقصوصة وكتير بتستفيدوا منها بالأعمال اليدوية. من مواد كتير قليلة رح تحصلوا على هالفكرة الحلوة، بتستفادوا منها بكل الأعياد. بتكتبوا فيها هون مكان البطاقة شو ما بتحبوا، تبعتوها لكل قرايبكم وحبايبكم وأصدقائكم. خليكم معي لآخر الفيديو لحتى تشوفوا كيف الطريقة. وعلى فكرة المواد اللي أنا استعملتها كتير كتير بسيطة وموجودة تقريبا بكل بيت بحب الأعمال اليدوية. البداية أول شيء رح نرسم الدائرتين اللي على هاي القطعة على الكرتونة. يعني رح نرسم أول شيء الدائرة الكبيرة وبعدين الدائرة الصغيرة بقلم رصاص أو أي قلم موجود عندكم، وبعدين رح نقصها. خليكم معي لآخر الفيديو لحتى تعرفوا شو بدنا نعمل. وأهلا وسهلا فيكم ويلا مع بعض. هلأ أول شيء رح نرسم الدائرة. شايفين كتير سهل إنه ترسموا الدائرة إذا عندكم قطعة مثل هاي أو قطعة خشب بنفس الطريقة. شايفين شو سهل؟ هلأ بدنا نبدأ نقصها. طبعا الأطفال بيستعملوا مقص صغير أو الماما بتقص لهم إياها أو حدا عندهم أخ كبير. بنقصها بهالطريقة كلها. وممكن للدائرة يلي بالنص نستعمل أي أداة حادة بهالطريقة، بس يعني نفتح أولها عشان يدخل المقص ويقصها، أو ممكن كلها نعملها بهالطريقة. بنتابع القص بهالطريقة. وأول وحدة من قصة هاي بتكون عنا باترون، بتصير كل ما بدنا نعمل أي تعليقة ممكن نستفيد منها. رح كمل لآخر الشغل بنفس هالطريقة وأرجع لكم. هلا من قصهم هيك شايفين هدول. هلا هاي الكرتونة كمان رح نعمل بنصها دائرة صغيرة. انتو ممكن تستعملوا كاسة أو أي شي عندكم. كتير سهل رسم الدائرة. شايفين إذا موجودة كاسة أو أي علبة عندكم بتقصوا هالدائرة. كمان هاي رح نفرغها بنفس الطريقة. رح نكمل القص تبعه وارجع لكم. نكمل القص. نحنا هلا بحاجة لهي الدائرة الصغيرة حتى نكتب عليها شو ما بدنا. نحن بحاجة لهدول القطعتين. هلا بهي المرحلة إذا عندكم أي شيء هون مثلا قطعة قماش ممكن تلزقوها، إذا عندكم ورق أبيض ممكن تحطوه وتلونوه، أو بتستعملوا مثل هذا ورق القصب. هذا كتير يعني بيريح بالعمل. وبدنا نلف عليها الورق، أو ممكن إذا عندكم خيطان صوف تلفوا عليها. المهم تغطوا الكرتونة بأي شي موجود عندكم.
أو إذا عندكم تلوين مائي ممكن يعني تلونوها بالتلوين المائي. هلا رح نبدأ نلفها بهالطريقة. هلا نحن ممكن نقص شقفة من هذا الشريط لسهولة العمل ومنصير نلفها بهالطريقة. وكل يعني كل فترة ونحن عم نلف ممكن نحط لها أي مادة لاصقة عنا، نعمل هيك نحط لها غري. شايفين هلا انا هون حطيت غري من تابع اللف. كل قسم حط شوي على الكرتونة وعلى الشريط. ممكن تستعملوا شريط دانتيل، ممكن شريط ساتان، يعني الموجود عندكم تستفيدوا منه. وهيك رح نتابع اللف، منتابع العمل. طبعا ما منكتر من المواد اللاصقة، ومنلزقها هون ومنقص الزايد. هلا بننتظر عليها شوي لحتى تنشف. ممكن احنا نحط فوقها هي لحتى تلزق. هلا بهذا الوقت منجيب اي ورقة عنا منحط نفس العلبة وبالقلم نرجع منرسمها منقصها. نعمل مثل هاي ورقتين منقص وحدة تانية بدنا نلزقها على هاي الورقة. بس قبل ما نلزقها خليكم معي لحتى نشوف شو بدنا نعمل. نحط غري منجيب خيط طويل شوي منحطه هون يلزق منيح. ناخد اول ورقة يلي قصيناها نلزقها هيك بهاي الطريقة، نقلبها نرجع كمان هون نحط شوية غري ونلزق الطبقة التانية. وبننتظر شوي لحتى تنشف. هلا لحتى نظبط الحفة منحط غري هون نلزقهم مع بعض وبس ينشفوا منقص الزيادة اللي فيه بهالطريقة. هلا رح ننتظر كمان لحتى هاي القطعة
تنشأ. هلأ منحطها تقريبا بالنص، وهذا الخيط شايفين نلفه هون، بصير هاي تتحرك بهالطريقة وقت بكون في هواء. ومنثبت الخيط طبعا، هذا الخيط ما رح يبين هلا، بتعرفوا ليه. لتكملة العمل كمان بدنا نرجع نقص لنا الدائرتين بنفس القياس اللي قصيناه بالاول، اللي حطيناه هون هون. هلا مشان نكتب عليهم نرجع منلزقهم، بصير هيك منظرها احلى. هلا بدنا نعمل ورد صغير مثل هاد. هلا هذا طريقته اللي احنا صورناها بفيديو سابق، بس معلش هلا رح نرجع نعملها بسرعه. ورقه مثل هي 8x4، طولها 8 عرضها 4، منطويها بالنص ومنبدأ نقصها. نقصها هيك، ما منوصل القص لتحت لأنه نحنا بدنا اياها صغيرة بهالطريقة. وكمان بنرجع بدنا هلأ نلزقها من هون، هلأ منشوف كيف بدنا نلزقها. ما منكتر من هاي المادة اللاصقة، منحط شوي. منلزقها على المعيل بهالطريقة. وبنبدأ هلأ نلفها، هالمرة بدنا نلفها من دون قلم. شايفين بهالطريقة، تطلع صغيرة وكتير حلوة. هاي هي. وبدنا نقص كمان لها ورق اخضر. هلا بنشوف كيف رح نقص الورق. هلا هي رح اتركها تنشف. نعملت مجموعه اول، نجيب اي ورقه خضراء عنا بدنا نطويها مثل المروحه هالطريقه. نظبطها قد ما بنقدر. وهذا الزايد نيا بس ما عشان بعدين منقصه، شايفين هيك. هلا منجيب المقص ومنقصه، منقصه بشكل الورقة. نعمل مجموعة كبيرة من الورق الأخضر. ممكن انه تختاروا انتو اي شكل من الورق، بس مهم يكون حجمه صغير. هلأ بدنا نلزق الورق على الوردة.
رح نلزقها بهالطريقة. ناخد وحدة التانية كمان نلزقها ومننتظر لحتى تنشاف. هلأ لحتى نعمل مثل هاي بوري الآيس كريم، هو نفسه اللي بيربطوا فيه الورد، نحتاج أول شيء 5 سنتي هدول بارتفاع 6، شايفين؟ حتى نرسم الورقة اللي بيغلفوا فيها البوكي الورد. هذا كمان من قصه هذا هو. هلا بدنا نعمله بشكل البوري، شايفين؟ نلفه بهالطريقة. ونلزقه. شو نحط بقلبه الورد اللي احنا جهزنا. هلا بدي انتظر شوي لحتى تنشاف، شايفين؟ هاي هي، بنحط بقلبها محارم لحتى تضل هيك ثابته ما تنطعج. بنجيب محارم نحط بقلبه. ممكن هون نعمل اي، إذا عنا دانتير، في عنا ورق ملون، أي شيء ممكن نعمل. هلا أنا في عندي خرازة، هي اللي بتخرز الورق، أو سقابة نسخب فيها الورق حتى نزين. شايفين هدول؟ هلا بدنا نلزقهم، او ممكن اخر شيء نلزقهم هدول الدوائر. هلا اغلب الناس تعرف ورق القصب، وقت بنشد عليه بالسكينه بالطريقه فهو رح يلفلف معنا مثل هالشكل. نحن ما نصير نكترهم لحتى نزين فيهم اي شيء نحن بدنا اياه، او الهدايا بهالطريقه. هي كمان بدنا نعلقها على التقليق، على العلاقه اللي نحن هلا بدنا نعملها. هلا منقص دائرة صغيرة مشان نغطي المحارم، او اذا عنا ديكرون منحط هون اي شي موجود عندكم. هلا مشان تثبت معنا رح نلزقها. شايفين بهالطريقة. هلا بدنا نحط عليها الورد. ممكن تعملوا الورد اي لون، او ممكن تعملوا من الفوم. نرجع منحط واحدة تانية ومنستنى لحتى يلزقوا. شايفين هاي كتير حلوة. فيكن تعملوا من مثل هاي القطعة بس على كبير. هاي كمان مندخلها بال تبع الورد، البوكي الورد.
كمان لازم نلزقها مشان ما بقى تتحرك. طلع شوية الزيت، رح ننتظر شوي ونرجع لكم حتى ينشفوا. يلا مو مشكلة قطعوا الكهرباء، هلا بنلزق هدول. شايفين؟ ناخد وحدة نحط لها نقطة لزق، بنلزقها هون. طبعا بتلزقوهم بشكل عشوائي. شوفوا هلا انتو لا تكمشوها بايدكم، نجيب اللاصق عليها، هي رح تطلع لحالها. نحط لها نقطة صغيرة ومنلزقها حتى يصير منظرها أحلى. شو ما عندكم بالبيت ممكن تستفادوا. هي مع الزيت رح ارجع للزقها مرة تانية. شايفين بهالطريقة؟ كتير حلو هالمنظر. وهلا بعد ما نشفت نرجع بنحط لها غري، بدنا نلزقها على التعليقة. طريقة هلا بدنا ننتظر عليهم لحتى ينشفوا تماما حتى ما يعودوا يهروا. شايفين هيك بيصيروا كتير حلوين. خليكم لسا ما خلص الشغل، شايفين قد حلوة. هلا كمان لسا ما نشفت، بدي انتظر لحتى تنشف تماما. هلا الوراق بنكتب عليهم قبل ما نلزقهم حتى بركي عملنا غلط ما نكون ملزقينها. بنكتب هون، كتبت هون امي الحبيبه، شايفين هون رح اكتب امي الحنون. فيكم تكتبوا رمضان كريم، فيكم تكتبوا للاعياد الميلاد لاي شيء، عيد سعيد. المهم بتكتبوا اي شيء انتم بتحبوه. على لو شكلنا أمي الحنون أو بنكتب أمي الحبيبة أمي الحنونة حتى يجوا مثل بعض. وهلأ بدي ألزقهم. والثانية بنحطها بالخلف. هاي الورقة كمان بدي لزقها هون. رح اتركها تنشف. شايفين بتحطوا لها ورد او اي شيء عندكم. هلا هون بندخل الخيط حتى نعمل مكان لحتى نقدر نعلقها. نربط هون الخيط، ممكن تستعملوا الشريط الرفيع الساتان كمان بيطلع حلو. شايفين هيك. هلا هون
عالداير ممكن حط ورد، ممكن هون حط ورق أخضر. هلأ مشوف كيف بدنا نزينها، بس أنا عم بنتظر كل مرحلة لحتى ينشف الغري. من بقايا الورق قصوا هيك مثلثات صغيرة، كمان رح نلزقهم هون ونحط الوردة بقلبهم هيك بهالطريقة ونلزقهم هون عشان يعطوا موديل كتير حلو. انتبهتوا هلأ أنا هون حطيت المثلث بالقلب حتى تطلع الوردة هيك لتحت، حتى هدول طالعين هدول نازلين بيطلع المنظر أحلى ما يكونوا كلهم متجهين باتجاه واحد. هلأ قصيت هون مثلث، هلأ بدي لزق عليه الوردتين وورق الأخضر ولزقه هون لحتى هذا الخيط ما يعود يبان. هلأ على المثلث هاد نحط لاصق، شايفين أنا عم بشتغل بمواد كتير بسيطة وورق كتير بسيط، انتو ممكن تعملوها بالفوم. رح نحط هلأ الوردة الصفراء قدام الوردة الحمراء بطريقة، ونرجع نحط للزيق وبدنا نحط اللون الورق الأخضر. وبعدين منلزقها هلا حننتظر شوي ونلزق. هلا هي الخطوة الأخيرة تقريبا، رح نلزقها بالطريقة. إن شاء الله تكون هذا الشغل عجبكم وانبسطتوا وتسليتوا. بنعلقها بمكان فيه هوا عشان تضل تتحرك. شوفوا قد ايه طلعت حلوة. اتمنى تكونوا استفدتوا من هاي الفكرة ولقيتوها سهلة بالنسبة لكم. ما تنسوا دايما العرض الأول، قوائم التشغيل، المنتدى، دايما تابعوا الفيديوهات تبعي وشاركوا أصحابكم بهالأفكار الحلوة. وكل سنة وأنتوا سالمين، وكل عام وأنتوا طيبين، وكل عام وأنتوا بخير أحبائي المشتركين الموجودين عندي. بتمنى اللي بيشاهد الفيديو أول مرة كمان يشترك عندي بالقناة، وشكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.